نتواجد في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. هذا المستشفى الذي استصلحت إدارته عددا من آلات الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى غرفة واحدة لتخدم 60 مريضا يعيشون في المناطق الشمالية من قطاع غزة، بعد أن خرج مستشفى الشفاء عن الخدمة، حيث باتت هذه الغرفة الصغيرة التي تشاهدونها هي ملاذ مرضى الكلى الوحيد من أجل الحصول على جلسات الغسيل الكلوي في ظروف طبية شديدة الصعوبة، حيث ينقص هؤلاء معظم الأدوية والأطعمة اللازمة للمحافظة على أرواحهم أو لتحسين ظروفهم الصحية. هنا يعني نحاول أن نرصد لكم جزءا من معاناة هؤلاء المرضى خلال هذه الأيام، ومع استمرار الحصار على المناطق الشمالية من قطاع غزة. يعطيك العافية. الله يعافيك. احكي لنا عن معاناتك انت كمريض كلى. انا مريض كلى، اسم سكان مدينه غزه. باجي على الغسيل مرتين في الاسبوع، بوقع ساعتين في كل مره، وهذا لا يلبي حاجه المرض. المفروض يعني يكون الوقت اطول، عدد الايام اكثر. بنحتاج لادويه ومقويات فيتامينات. المواصلات مكلفه جدا بسبب الحال الموجود، فكل الأمور صعبة، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا بنناشد كل العالم انه يطلعوا للمرضى والناس المحتاجة بعين الرحمة، وانه نسأل الواقع يكون إنساني، وهذا الواقع الموجود. كيف طب ظروفك المعيشية، الأطعمة اللي لازمة، بشكل عام الظروف اللي انت بتمر فيها؟ طبيعي بواقع الحرب اللي احنا فيه، ما فيش حد عنده دخل، ما حدش عنده فلوس اللي يقدر يشتري. بنتكفف على الاقل القليل. اوزاننا كلنا احنا، يعني كل المرضى، اقل مريض نزل وزنه 10-15 كيلو بسبب نقص التغذيه والفيتامينات والاكل، وحال سيء جدا يعني لا يوصف. طب كم جلسة أنت كنت بتحتاج، وكم جلسة حاليا بتعمل، وبعد خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة كيف كانت؟ كنا في مستشفى الشفاء 3 غسلات في الأسبوع، كل غسلة 4 ساعات. اليوم نغسل مرتين، بواقع ساعتين في كل غسلة، في مكان ضيق جدا لا يصلح لأنه يكون مكان لمرضى الكلى. غرفة 4x4 مساحتها، ما يعني عشان يتحرك الطاقم اللي بيعتني فينا من الممرضين، بنخبط في بعض، ما فيش مجال، فيش مساحة، فيش تكييف، فيش تهوية، فيش شيء، كل شيء ناقص، كل شيء ناقص. ايش مطالباتك؟ مطالباتنا ان احنا يعني الواقع الصحي ما المفروض في كل العالم ما حد بيتعدى عليه، لكن احنا بحكم الاحتلال الاسرائيلي، وجود الاحتلال الاسرائيلي، كل شيء مدمر، كل شيء ضايع مش موجود. فبنتمنى انه احنا نكون يعني المرضى لنا خصوصيه في العلاج، في التغذيه، في المواصلات، في كل شيء. الله يفرجها يا رب، الله يفرجها. كما شاهدنا ان هذا المريض الذي اضطر الى تقليل عدد جلسات الغسيل اليوميه له نتيجه الاكتظاظ في هذا المكان، وان جميع مرضى الكلى البالغ عددهم 60 مريضا في المناطق الشمالية من قطاع غزة هم فقط باتوا في هذه المنطقة يحصلون على جلسات الغسيل الكلوي، أو بالتحديد في داخل هذه الغرفة الضيقة التي تحوي 6 آلات للغسيل الكلوي.
في الحرب المستمرة على قطاع غزة وتحييد مستشفيات الشمال وغزة، تم استصلاح 6 مكن من مركز نور الكعبة لغسيل الكلى. تستمر معاناة مرضى الكلى في نقص الوقود والمستلزمات والأدوية، وتم تقليص مدة الغسيل لضيق المكان وقلة الأجهزة الطبية.